حاجه صفصلي بقى. طيب ولا كنت اعمل عصم طنطن وانا من قريبه؟ بدي اعمل عصم طنطن على الاخر، بدي اجيب مطرب من الاذاعه سبع نجوم. ليش من الاذاعه بقى؟ صوته حلو مرت عمي. قديش بياخذ؟ قد ما بده ياخذ 10-12 ألف ياخو. ها 7000 لجيب لك احسن مطرب وصوته احلى من كل شيات الاذاعه وثمان نجوم. كراسي. بدي سجل عرس على الفيديو مرت عمي، المطرب معروف. طبعا معروف. على ضمانتك مرت عمي. هاك على ضمانتي، وانا من عندي رح انشر لكم التهاني بالمجلات والصحف وعلى حسابي. ماما ما في داعي، لايش هالخسائر؟ لك ما في خسائر ولا شيء، يلي غيرنا عم ينزل بصفحة المجتمع مو احسن مننا، ما في حدا احسن من حدا. يلا انا ماشي، بدكم مني شيء؟ مع السلامة. بدي لحق شغلاتنا والخميس كلها. ايه اوه كلها. وصلوا ريبا. ايه تقلي دكتورة. ليه رايح انت؟ من هون. انا من هون، بس شفت على السر اللي صارت معي؟ خير؟ فينا المصاري جوا، ما بلتقى معك هيك في 5 ورقات مشان اركب فيها سيرفيس. ما معي فوطة، عليكم كلهم 500. مو من فكرة، هات وحدة وبعدين انا برجع لك.